رجعنا نتواصل من جديد، واتكلمت عن الصورة اللي انت صورتك اللي انت ممكن تكون خايف عليها، لكن استمعنا لواحدة من اجمل الصور للحن من عقد الجلاد نقطة ضوء، صورة جمالية لاجمل انثى في الدنيا اللي دائما بتتحمل مسؤولية البيت والاسرة، اللي بتشيل هلع يعني بتحاول من خلال وظيفتها ان هي تدير البيت بصورة جيدة. عموما احنا متواصلين، وعلى ذكر الاسرة بنلقى انه في واحده من الاشياء المهمه جدا في حياتنا انه انك تتمتع بالصحه والعافيه، تكون انسان معافى سليم تماما. ما في انسان بتمنى المرض، لكن الا انه في النهايه دي ابتلاءات من ربنا سبحانه وتعالى، وفي ظروف كثيره تخلي انه الانسان قد يصاب بالمرض، وربنا يسلمنا جميعا من اي مرض. عملية انك تمشي مستشفى تدفع مصاريف كثيره مكلفه، الدواء موجود غير موجود منعدم، سعر الدواء ذات نفسه، الظروف في السودان الحاليه ظروف شامله، ما ظروف اقتصاديه بس، وانما حتى ظروف صحيه قاهره، وفي مشكله كبيره جدا جدا في المستشفيات الحكوميه تحديدا اللي كان او اللي هي المفروض تكون يعني اكثر امانا بالنسبه للمريض واكثر شفاء بالنسبه للمريض. عمليه التامين الصحي عمليه متبعه في كافه انحاء العالم، باعتبار انه هي بتسهل لك لما انت تصاب بالمرض انت واسرتك تمشي المستشفى الحكومي تلقى رعايه صحيه متكامله وكامله في نفس الوقت، مبلغ او سعر ما غالي تقدر انت تتحمل مسؤوليته. لكن احنا عشان نقدر نعالج الوضع الراهن ونقدر نلقى اولا حلول للمستشفيات الحكوميه تكون مؤهله، لان هي تمارض كل المرضى. داخل الاستوديو معنا دكتور محمد حاج حمد، مدير التامين الصحي بولايه الخرطوم، للحديث عن التامين الصحي ومشاكل التامين الصحي وحلول التامين الصحي اكيد لاهميه المواطن. انا مرحبا بك دكتور محمد، صباح الخير عليك. مرحبا بك وصباح الخير، والشكر لكم في قناه الشروق على هذه الاستضافه، والشكر للجمهور الكريم والمستمع. نعم دكتور محمد، نتكلم اول حاجه عن التامين الصحي بولايه الخرطوم، الوضع الراهن بكل شفافيه. التامين الصحي حقيقه هو الضروره اتجهت عليها كل الدول، يعني حتى الدول المتقدمه أمريكا إنجلترا هسه الآن كلها معتمدة اعتماد كامل في تقديم الخدمة الصحية للمواطن عبر التأمين الصحي أو عبر نافذة وبوابة التأمين الصحي. حتى الدول العربية مثل السعودية قطر كانت بتتكلم عن مجانية العلاج المدعوم من الدولة، في اللغة تغيرت في الأربع سنين الأخيرة للغة التأمين الصحي. التأمين الصحي كضرورة لتقديم الخدمات ضرورة مهمة، وحقيقة أنا يعني almost ما تميت شهر في هيئة التأمين الصحي ولاية الخرطوم، لكن بدينا كان عندنا أهداف استراتيجية كانت تلخصت، عملنا طواف على المحليات وعلى كل الإدارات، لفينا عليها، سمعنا المشاكل اللي كانت موقفة خدمة التأمين الصحي. التأمين الصحي بظروف الجائحة وبظروف خاصة تخص التأمين الصحي لخلافات داخل الهيئة كانت الخدمة متوقفة بالكامل، كانت من ضمن الأولويات استئناف الخدمة وإعادة التعاقدات، يعني حتى التعاقدات مع القطاع الخاص والقطاع العام الحكومي كانت متوقفة بحمد الله، وبمساعدة الكوادر الموجودة في هيئة التأمين الصحي استطعنا إرجاع 93% حتى الآن من المراكز المستهدفة لتقديم رقم الخدمة كبير 90% يعني ما سهل. أيوه. الحمد لله، وقعنا العقد مع وزارة الصحة، ودي نحن سياسة جديدة انتهيناها في هيئة التأمين الصحي. يعني السياسة القديمة كانت بتشتري الخدمة من القطاع الخاص، والسياسة دي يعني كان منتهية التأمين ممكن تكون بتشجع الهجرة من القطاع الحكومي الى القطاع الخاص. يعني سياسه التامين الصحي كان بيشتري الخدمه ب بعائد قليل جدا وزهيد وما بيغطي تكاليف الخدمه. نعم. من المستشفى الحكومي. نعم دي نقطه احنا جايينها باعتبار انها هي دي واحده من المشاكل اللي بتواجه يعني عمليه التامين الصحي في الوضع الراهن. والحلول ذات نفسها يعني هتطرق لها. انت ذكرت انه يا دوب لك شهرين تقريبا في التامين. خلينا نتفق اولا انه الاعمار دي مجرد ارقام. ايوه. المسؤوليه بتكمن في انه حتى لو كان العمر صغير انت هتنجزها او هتنجز، منتظرين من الكثير منكم من كل يعني العاملين في التامين الصحي بانه هو يكون في
حاجة فعلية عملية واقعية للمواطن. ذكرت المشكلة الأساسية إنه أغلب الناس اتجهت للتأمين الخاص، والتأمين الخاص في ذات نفسه ما بيخدم كل شرائح المجتمع، بيخدم شريحة معينة، والمجتمع السوداني يعاني في ظل هذه الظروف اللي احنا كلها منعيشها ومنتعايشها. ما هي المشاكل الحالية التي تواجه التأمين الصحي في ولاية الخرطوم، وما هي الحلول الممكنة لمعالجة هذه المشاكل؟ الحلول المشاكل هي طبعا موجودة في إنه كان التعاقدات مع المستشفيات ومع المراكز الخاصة كانت متوقفة، لأنه كان في تذبذب في الخدمة، والخدمة القديمة كانت ما مجزية. نحن توصلنا معاهم لاتفاقات، وقعنا زي ما قلت لك وصلنا رقم محترم جدا في الفترة الفاتت في التعاقدات مع المؤسسات الحكومية متمثلة في الشراكة مع وزارة الصحة ولاية الخرطوم، وقعنا فيها معها على 53 مستشفى وغرابة 367 مركز صحي كمنافذ للخدمة. أيضا أنجزنا على النطاق الخاص، أنجزنا ملفات لأنه عندنا برنامج الحزمة الإضافية كتأمين خاص في التعاون مع صندوق التأمين الصحي، مع صندوق القومي للتأمين الصحي. المشاكل كانت في عدم تجديد العقودات، لانه العقودات زي ما ذكرت كانت يعني مثلا مقابله الاخصائي في المستشفى الحكومي كان ب 25 جنيه. في نفس الوقت كانت في القطاع الخاص ب 150 200 جنيه. نحن الان سياسه التامين القديمه شفناها ساعدت، نفس الاخصائي اللي بيقعد في القطاع الحكومي بيشوف المريض بتاع التامين الصحي ب 25 جنيه بيمشي يشوفه في القطاع الخاص ب 150 او ب 200. ده ساهم في هجرة الكوادر من القطاع الحكومي للقطاع الخاص. نحن في السياسة الجديدة اللي انتهجناها ساوينا الاستحقاق اللي بيرجع للمستشفى الحكومي نفسه اللي بيرجع للقطاع الخاص. والإنسان دائما بيكون عايز بيئة صحية نظيفة مهيئة ما فيها مشاكل، عشان كده بيرجع للقطاع الخاص، والفرق ما كبير زي ما أنت ذكرت قبل شوية، يعني بيقدر بيمشي حتى الأطباء هجروا. يعني إحنا نتمنى إنه زي ما ذكرتها وكنا نتكلم من البداية تبدأ أولا من المستشفيات ومعالجة المشاكل الموجودة في المستشفيات، ومن ثم يعني إضافة التأمين الصحي. طيب دكتور محمد، جائحة كورونا يعني يمكن العالم كله تأثر بهذه الجائحة وما زال يتأثر، والسودان تحديدا تأثر بسيول الفيضانات أيضا. طيب التأمين الصحي في ظل جائحة كورونا وسيول الفيضانات؟ طبعا زي ما ذكرتي إنه جائحة كورونا هي طبعا سببت انهيار وخلل في أكثر الأنظمة الصحية العالمية تماسكا يعني وقوة. جائحة كورونا لها كان تأثير واضح في النظام الصحي في السودان، والتأمين الصحي عمل بكلياته في دعم وزارة الصحة. يعني نحن بنتكلم عن رؤية كبيرة جدا إنه التأمين الصحي يساند الشركاء في الصحة أو أصحاب الشأن في وزارة الصحة في تقديم خدمة محترمة للمواطن، وهي من القيم التي خرجت منها ثورة ديسمبر المجيدة، العدالة الاجتماعية. والتأمين الصحي إنزالا لهذه القيم بدعم في النظام الصحي بدعم المستشفيات بالمعدات، وبدينا في الخطوة دي هسه، تواصلنا مع العيون، اشترينا جهاز تشخيصي يفوق 10 مليار لمستشفى العيون الخرطوم. عندنا خطة واضحة بالنسبة للدعم التأمين الصحي في 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 جائحة كورونا. كانت هنالك لجنة طوارئ ساهمت في التوعية وساهمت في الدعم بالكمامات والمعقمات اليدوية، وأيضا ساهمت في تشغيل المستشفيات. التأمين الصحي سخر كل إمكانياته في جائحة كورونا لدعم وزارة الصحة، ومنا سخرنا الكول سنتر 36 لاستقبال الاستعلامات. فتحنا للصحة خط من داخل التأمين الصحي، التأمين الصحي بكل أتيامه كان موجود، وساهم برضو في ظل الحظر واللي كان في فترة جائحة كورونا بتوفير الترحيل للكوادر الطبية وبتوفير دعم مباشر في المستشفيات. جميل، يعني نقدر نقول إنه يعني الرؤية المستقبلية للتأمين الصحي في ولاية الخرطوم مختلفة. مختلفة تماما. نعم. أنا شكلك كثير جدا دكتور محمد حاج حمد، نسبة لضيق الوقت يعني الحديث عن التأمين الصحي يطول، ومدير التأمين الصحي بولاية الخرطوم آملين إنه يعني نرى التأمين الصحي
بوجه جديد او ثوب جديد ان شاء الله. شكرا لك. شكرا جزيلا. نتواصل اكيد مع كل مشاهدينا في كل مكان.